السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من إيفنتوبيا. النهاردة حلقتنا هتكون عن عيد الأضحى المبارك، وهنعمل مع بعض تعليق نحطها على الباب أو على الحيط، سواء الباب كان من بره أو من جوه. يا رب تعجبكم ونبدأ حلقتنا مع بعض. ويا ريت اللي مش مشترك في القناة وأول مرة يشوفها يشترك ويفعل الجرس. أول حاجة هستخدمها هي الورق الأبيض. هنعمل شكل المراوح الورق، بس انا عندي مشكلة ان انا، وفي ناس كتير طبعا عندهم نفس المشكلة، لما نيجي نعمل المراوح الورق ليها شوية عوجت. فانا عندي تقنية كده بحاول اعملها، ان انا بقسم الورقة نصين، كل نص بقسمه نصين وكل نص بقسمه تاني نصين، لحد ما بوصل للسمك اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين معايا كده. ادي خلصت النص الاولاني. وادي كمان النص التاني خلص، بس شايفاها ان هي تخينة شوية، انا عايزها ارفع من كده، فكل شريط من دول هقسمه كمان نصين. هفضل ماشية كده مع كل شريط هقابله، هقسمه نصين لحد ما اوصل لنهاية المروحة بتاعتي. كده انا وصلت للسمك اللي انا عايزاه زي ما انتوا شايفين. هعمل كذا مروحة، هعمل حوالي 8 مراوح عشان هبتدي اشكل بيهم دايرة كبيرة. كل مروحة من دول هثبتها من تحت بالدباسة عشان ما تفلتش مني، واقدر ان انا اجمعهم مع بعض بسهولة. زي ما انتوا شايفين كده ابتدى شكل الدايرة يبان لما حطيتهم جنب بعض. هكمل الدايرة للآخر واوريكم هنعملها ازاي. كده انا خلصت كل المراوح اللي معايا، هبتدي بقى اجمعهم مع بعض بالصمغ او الجلو ستيك اللي معايا. كل طرفين شبه بعض ببتدي الزقهم مع بعض، وعشان ما صعبش التجميع على نفسي بجمع كل اتنين مع بعض الاول، وبعد كده ابتدي اجمع مجموعات مجموعات مع بعض، واضغط كويس عشان تلزق وما تفلتش مني في الاخر. وادي كل مجموعتين هبتدي برضو اجمعهم مع بعض تاني.
لحد ما اوصل للدايرة بشكلها الكامل. اضغط كويس قوي عشان اتاكد ان كلهم ملزوقين مع بعض كويس، عشان لما ابتدي اشد المروحه عشان اكمل الدايره مفيش حاجه تفلت مني. زي ما انتوا شايفين كده اخر طرفين، وابتدي اجمعهم مع بعض واضغط كويس عشان ما تتفكش مني تاني. وبكده تكون كملنا شكل الدايره اللي انا عايزاه. هبتدي بقى اشتغل على التصميم بتاعي، واول حاجة هعملها هي الوش بتاع خروف العيد في النص. عشان اطلع حاجة حجمها متوسطن كويس، لو انا عايز شكل مثلا مربع اقدر اوسطن فيه الشكل بتاعي، فحتني الورقة زي ما انتوا شايفين كده بحيث ان اطلع مثلثين. المثلثين دول هما هيطلعوا لي المربع اللي انا محتاجاه او الرسمة اللي انا عايزة اوسطنها في النص. لو انا شايفه ان الشكل صغير ممكن اعمل مربع كبير شويه. ازاي؟ هجيب برضو ورقه واقسمها بالنص مثلثين بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، واشيل برضو الزياده. لما افتحها تطلع مربع زي ما انتوا شايفين كده. شوفي الحجم اللي يناسبك ايه. انا شايفه ان بالنسبه لي الحجم الكبير عشان اقدر افرغه براحتي، ما يبقاش صغير وفي نفس الوقت المسافه بتاعت الدايره اللي هتفضل اقدر اشتغل عليها حاجات تانية. هبتدي ارسم شكل الخروف في النص، طبعا عشان الشكل بيبقى متماثل. هرسم نص الوش وبعدين اقصه، هيطلع لي الجنبين زي بعض. وممكن كمان تاخدوا رسمة من على النت تطبعوها وتبتدي تشتغلوا عليها مباشرة، بس انا بالنسبة لي حبيت ان انا ارسمها احسن. حبيت كمان الرسمة مش كلها تبقى متماثلة، يعني حبيت ان البق يكون بابتسامة كده على جنب، انما باقي الوش هيكون كله متماثل. هبتدي افرغ الرسمة واقصها عشان تبقى جاهزة معايا. ابتدي بقى اكمل النص التاني بتاع الرسمة بتاعتي. بعد ما خلصت الوش هبتدي افرغه عشان ابتدي احط اجزاء بتاعته على الفوم الجليتر اللي انا هشتغل بيه. اول حاجة هاخد الشيب بتاع الوش، شكل الوش من بره كامل على اللون الاسود، لان ده هيبقى وش الخروف.
بعد ما خلصت الرسمة هبتدي اقصها وافرغها من على الفوم زي ما انتوا شايفين. ده كله من بره بس، يعني ده شكل الوش كله من بره، وهو الاساس بتاعي اللي هشتغل عليه بقية التفاصيل اللي من جوه. هاجي عند الجزء بتاع الشعر هصغره عن الرسمة اللي انا رسمتها عليه، علشان بعد كده انا هبتدي افرغها باللون الابيض واحطها فوقيه، فما تبقاش باين الجزء اللي تحت منها. دلوقتي هقص وافصل الجزء بتاع الشعر واحطه على الفوم الابيض علشان افرغه لوحده. بحط شكل فروة الراس على الفوم وارسمها وابتدي افرغها بالمقص. نفس الشيء هعمله مع العينين والشكل بتاع البق. ده هيكون شكل الفروة اللي هنحطها على الراس زي ما انت شايفين كده. دلوقتي هبتدي اعمل العينين والمناخير، هرسمها بالكوركتور الابيض بس. بالنسبة لباقي التصميم انا عايزة اكتب كلمة عيد مبارك بالعربي وبالانجليزي، فطبعا ما عنديش ورق اطبعه، فانا اخدت ورقة بيضة وهحطها على اللاب او التاب بتاعي، هتبتدي تبان كأنها شفافة، وابتدي بعد كده ارسمها على الورقة زي ما انتوا شايفين كده. دي النتيجة هتطلع كأنها مطبوعة بالظبط. هبتدي افرغها واحطها على الفوم الجليتر بالمقلوب، ووريتكم قبل كده ازاي بنعملها لما عملنا البرواز بتاع التصوير، وابتدي بعد كده افرغها. دي الحروف بعد ما فرغتها وحطيتها على خلفية سودة كمان، وده كده انا لزقت الوش بتاع الخروف. وكلمة برضو عيد مبارك بالعربي عملتها بنفس الطريقة، وعملت شكل للكعبة عملت منه 2. ودلوقتي هلزق الجزء الذهبي اللي فيه عشان يبقى شكل الكعبة بالظبط، وهحطه في التصميم بتاعي. طبعا انا اخترت الوان الكلام بالذهبي والاسود، نفس الوان الكعبة اللي هي الذهبي والاسود الكسوة بتاعتها، علشان يبقى التصميم كله واخد نفس الطابع اللي هو الوان الكعبة. هبتدي بقى اثبت كل العناصر بتاعتي على الدايرة اللي انا عملتها بالمراوح الورق. اول حاجة هثبت الوش، وبعدين احط التصميم بتاع الكعبة في الناحيتين طبعا،
وبعدين هثبت الجملتين بتوعي عيد مبارك بالانجليش وبالعربي، وحاول اضبط ايدي بحيث انها تكون متوسطة كويس قوي. وبكده التصميم بتاعي يكون خلص. هيبقى فاضل بس ازاي اعلقها. هجيب دوبارة او خيط او اي حاجة هقدر اعملها بالشكل اللي شفته ده، وبالشمع هثبتها من ورا زي ما انتوا شايفين كده ما بين اي جزئين، وبكده تكون جاهزة عندي على التعليق. وده الشكل النهائي بعد ما اتعلقت. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وبفكركم لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واللايك طبعا والشير. كل سنة وانتم طيبين.